بسم الله الرحمن الرحيم. انا صلاح الدين بن عمو من جامعه صفاصيف دوار خروبه، وبغيت نهضر على التعليم عن بعد. راه حنا التعليم عن بعد راه ما تنفهموا فيه والو، وزيد العام الفايت ما قرينا فيه حتى شي حاجه، وبغاو يديروا لنا حتى هذا العام وحنا راه ما كنفهموش. والو عندنا والانترنت والو والتليفونات والو عندنا، وحنا باغي نقراو في المدرسه عافاك. وحنا سيدي عافاك الوالدين ديالنا اميين، وما كاينش اللي غادي يحفظنا في الدار، وما كاينش اللي غادي يعاوننا عافاك. دابا ديروا لنا الحل نقراو في المدرسه، دابا ديروا لنا الحل نقراو في المدرسه. وشو نهار جديد بالنسبة للابتدائي، فقط السنة الأولى صباحا، السنة الثانية مساء. نهار الثلاثاء بالنسبة للابتدائي فقط السنة الثانية والسنة الثالثة. بالنسبة ليوم الأربعاء السنة الخامسة والسنة السادسة. بالنسبة للإعدادي يوم الاثنين فقط تلاميذ ديال السنة الثالثة اللي يجيو المؤسسة، فقط تلاميذ ديال السنة الثالثة هما اللي يجيو المؤسسة صباحا. يوم الثلاثاء فقط تلاميذ ديال الثامنة هما اللي يجيو المؤسسة. نهار الأربعاء فقط تلاميذ ديال السنة الأولى سيفطوهم للمؤسسة، باش حنا نوعيوهم، ولكن سالتم مفروض أنكم توعيوهم في الدار. تعلموهم النظافة، فرضوا عليهم على أنهم
ياخذوا القمامة ديالهم ويحتفظوا على مسافة الأمان، يحتفظوا بالأدوات ديالهم ويتبادلوهم ويديروا كاملين تحتوا كاملين حاربوا هذا الوباء. صرف الحوايج الاحتكار ثلاث عوض جلدي ما تنين مزيان، يفسمون هذا الشيء مزيان غاسما بالصابون. ماني لقيت شي حاجه تلقي ما لقيتش شي حاجه بالصابون. بعدا ان هذه الكراد انا نجيب الفرق يجري في الدار. ترى الطلبه كل القهوه ولا شي حاجه، انا الصابون اي واحد كيتسمى الصابون كما حال. مليدي حميد رئيس جامعة صفاصي. بالنسبة لهذه الحملة اللي دارت اليوم في السوق الأسبوعي لجامعة صفاصي، جات على إثر واحد الاجتماع اللي كان البارح يوم الأربعاء على الساعة 12، كان كيتواجد في هذا الاجتماع كل ممثل السلطة المحلية، مدراء المدارس، وبالطبع ممثلين ديال الجامعه، بالاضافه لجمعيات الاباء والمجتمع المدني. على اثر هذا الاجتماع ولا كانت الهدف من هذا الاجتماع هو انشاء خليه. هذه الخليه هذه كتلتزم بعده نقاط. بالنسبه للجامعه كان الالتزام ديالها هو اولا توفير تعقيم بالنسبة للمدارس وكذلك النقل المدرسي على قدر الإمكانيات، وكذلك النقل بالنسبة للتلاميذ اللي غيلتحقوا هذه السنة هذه بالإعدادية. هي كانت حتى العام اللي فات، ولكن هذا العام هذا كان كاين استثناء نظرا لهذا المرض اللي كاين، اللي كنتمناو من عند الله يترفع علينا، لأن حتى النقل ما غيكونش بديك الكثافه اللي كانت العام اللي فات. مثلا السياره كتاخذ 27 تلميذ، هذا العام يمكن تكون غير 15، اللي باش نحترموا التباعد بين التلاميذ. هذا بصفه عامه. بالنسبه للتعليم حتى هما كيلتزموا باش يحاولوا يعطيونا واحد استعمال الزمن اللي هو كيناسب النقل المدرسي المتوفر عندنا. عندنا دابا حاليا 4 سيارات، هذا العام زدنا سياره اخرى ديال النقل المدرسي، وهذا مكسب بالنسبه لنا. هذا استعمال الزمن باش ما يتحرموش التلاميذ من الدراسه ديالهم. وبالنسبه لنا لهذا الاجتماع ديال البارح كان الاجماع على التعليم الحضوري. لماذا التعليم الحضوري؟ لان بالنسبه للجامعه القرويه ما يمكنناش نديروا التعليم عن بعد نظرا لعده اكراهات. من بين هذه الاكراهات اولا عدم توفر الاباء او التلاميذ على الحاسوب، كذلك ان الهواتف الذكيه ربما كيكون حتى ذاك ما كافياش باش تلقى ديك الدروس، والناس ما عندهم شيء باش يديروا الاتصال بالشبكه ديال الانترنت. لهذا احنا اتفقنا بان غيكون التعليم الحضوري، لان التعليم عن بعد ما يمكنناش في الباديه، خاصه ان الناس كاين اللي بعاد وما كيوصلهمش حتى الريزو، راه ما كاينش ديك الاماكن هذيك. وكاين واحد الاكراه اخر هو ان هذا العام اللي كانت عندنا دار الطالب غتسد، وحنايا خصنا حتى دوك التلاميذ اللي في الاعداديه خصنا نوفروا لهم النقل المدرسي الاعدادي. المهم كاين عده اكراهات، وحاولنا مع الساده المدراء باش نتغلبوا على هذه الاكراهات هذه وندبروا المرحله. هذا هو بالمجمل زعما اللي اتفقنا عليه. ونشأنا خاليه كتكون من هاد الناس اللي كنا ذكرنا، باش يكون اجتماع على الاقل يكون مره في الشهر ولا هذا، وباش نتبعوا مدى نجاح هذه العمليه. والسلام. مراد بالغازي نائب الاول مجلس جامعه صفاصف، شكرا على الاستضافه وهذا النهار اللي هو تنسميوه نهار ديال الانطلاقه ديال الدخول المدرسي. تنظن هذا النهار هذا تقرر بعد الاجتماع اللي كان في الجامعه ما بين المدراء والمجتمع المدني والسلطه المحليه،
في ذاك الاجتماع رتبنا الامور كيفاش وكل واحد عطى وجهه نظر ديالو. انا كانت عندي وجهه نظر ديالي لان كولد المنطقه ساكن في المنطقه وعايش المشكل في المنطقه. تنظن حنا ماشي تنجيو من البعد باش نجيو نشوفوا الناس اش كيديروا بنهار السوق، حنا جالسين معاهم وساكنين معاهم. لهذا كان عندي واحد اقتراح، وهو ان الساده المدراء جاوا بجوج اقتراحات وهي ديال عن بعد او عن قرب. او انا قلت لهم غادي نلغيو هذاك عن بعد، ان هذه صفاصيف، والصفاصيف نظرا للناس لا عقليين ولا تمدين ما يمكنش احنا نعبروا راسنا مع المدينه. اذا احنا هذاك عن بعد تنلغيه مباشره وتنحلوا الباب ديال عنقر. اذا عنقر كان خصو دراسه، وتنظن درنا واحد الدراسه، درنا واحد الاقتراح وخرجنا بتوصيات مع ديك اللجنه. تنظن توصيات ان شاء الله اللي غادي يكونوا بالنفع على الناس نورمال، غادي تكون شويه ديال التضحيه، شويه ديال التضحيه ديال الجمعيه، شويه ديال التحضير. لابد في الاول غادي يكون صعيب، ولكن ان شاء الله انا متيقن اننا غادي ان شاء الله ننجحوا في هذه العمليه، لان هذه العمليه كل منخرطين فيها، هذا هو النجاح ديال هذه العمليه. غير بالنسبه للاقتراحات هادو، حنا كان عندنا اقتراحات فعلا كمجلس، كانت الساكنه كانوا عندنا اقتراحات، وهو ان اولا يدار هذا كيفاش كيسميوه كونتينيو، نهار نهار ماشي يمشيو الدراري ويرجعوا. لان حنا قلنا لهم خصنا نحسوا الاباء التلاميذ، الولد منين يخرج من المدرسه خصو يمشي لدارهم، ما يمشيش للزقيلع مع الدراري، لان غدا يولي خطير هذاك الوليد. اذا لهذا درنا ان الساده المدراء غادي يقسموا قسم على ثلاث ايام ولا على يومين، داكشي اللي عنده الا عنده 20 غيقسموا على يومين، نص يقرا اليوم والنص يجي غدا. تنظن هذا. وبالنسبه للترونسبور سكولير حتى هو مين غادي يجي النص اليوم للقسم، تنظر حتى الترونسبور سكولير غادي يلعب معنا الدور ديال غادي يواكب هاد الطريقه هذه. تنظن هذه الطريقه جاوا بها هما، ولكن حنا عاود اكدناها وتشبتنا بها. تنظن هذا هو القرار اللي غادي يناسبنا حنا في العالم القروي، وتنطلبوا الله التوفيق للجميع، وخصنا نكونوا كلنا، لا انتم ولا حنا ولا واحد اخر، لان هذا وباء، هذا حرب، وهذا الحرب تتنضل البلاد كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنرحب بكم مجال الاعلام، مرحبا بكم جماعه صفاصيف. جامعه صفاصيف في هذا المرض ديال كوفيد 19 جندت بالمجلس ديالها بالسلطه المحليه بالدرك الملكي لهذا المرض هذا، والحمد لله ما عندنا حتى شي حاله ديال الوباء. ملي بدا الوباء هذا الجامعه صفاصيف صافيه من هذا الوباء هذا، لان كانت تحكم في السوق السلطه والدرك الملكي والمجلس. كان ندير اجتماع كل اربعاء وكنسقوا باش السوق ندوزوه صافي من هذا الجائحه هذه، وكنديروا حملات حساسيه كل خميس، كنفرقوا نجيبوا الكمامات كنفرقوهم كل خميس، وكنوعيوا الناس على سميتو. والناس اللي كيجيو من المدن اللي فيهم الوباء هذا ما كنمنعوهم ما كيدخلوش. كنديروا البراجات في جميع المداخل ديال السوق، لا من اعوان السلطه، لا من السلطه، لا من الدرك الملكي، لا من القوات المساعده. كنتحكموا في السوق على حساب ما ندخلوش الوباء هذا. ولحد الان لحد الساعه لحد اليوم الخميس ما عندنا حتى شي حاله الحمد لله، وما عمرنا كان عندنا شي حاله في الصفاصيف. وكنديروا حمله بلا خميس، كنديروا حمله في الدواوير، وكنعقموا الشوارع وسميتو كل المهم الحمد لله. الدواوير كامل كان سميتو بيه كاع الكوانين، وكندوروا سميتو الاحياء وهذه وهذه، كان كلهم كان سميتو كنعلموا حيوا الناس، والناس راه واعيه بهذا الشيء. الإجراءات الوقائية
المتعارف عليها واللي كتعرفوها كاملين، حنا راه جينا ناكدوا لكم بانها ضروريه للوقايه من وباء كورونا. راه الكمامه والتباعد الجسدي والنظافه المستمره بالصابون وتعقيم المنازل مسائل ضروريه وجديده وغادي تبقى معنا طول حياه الوباء طول حياه. باش تكون غادي نرجعوا لنا ديالنا القديم، راه محال محال غادي نرجعوا للعادة ديالنا القديمه. اللي بغى ينجي راسو من كورونا وينجي وليداتو وينجي المجتمع ديالو، وهو ضروري وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي مسافه الامان. خاصك الا كنتي غادي تخترق انت وصاحبك ما تشدوش بيديكم، ما تكلموش، ما تصافحوش، وتخليو في مسافه الامان ديال مترو بيناتكم. الانسان اللي كيخرج من المنزل ديالو غادي العمل ديالو، غادي الحانوت، غادي السوق، غادي الطبيب، غادي شي غادي الطبيب، الله يجازيكم بخير. خاصو يدير الكمامه ديالو، خاصة في الأماكن العمومية، الأماكن العمومية منها الإدارات، المقاهي، الأسواق، المحلات التجارية، حافلات النقل المدرسي، حافلات النقل العمومي، الطاكسيات، النقل المزدوج، النقل السري. كاع الأماكن، كاع المحلات اللي كيتواجدوا فيها الأعداد كثيرة ديال الناس وفيها الازدحام، خاصنا نحاولوا نحاربوا الازدحام ونديروا الكمامة ديالنا وما نبقاوش نتصافحوا. خاص هذيك المصافحة اللي كتسلموا كتعارقوا خاصكم تحيدوها من بالكم، راه ما بقاش خاصها تكون في الوقت الراهن، راه خاصنا نحيدوا المصافحة وخاصنا نحيدوا العينة. ونذكركم بأن هذاك العلاج والخطوبة وهذاك الانسان اللي ما تهدكم شي واحد غادي تدفنوا وتمشيو لديوركم، راه ما كاين لا خطوبة لا عرس لا حتى شي مناسبة. هذوك التجمعات هي وسيلة من وسائل نقل فيروس كورونا، وحنا باش نحاربوا انتشار وباء كورونا وباش نتصداو ليه وباش ما تسجلش عندنا حالات في الصواصيف، خاصنا نتعاونوا كاملين على هاد الإجراءات الاحترازية. وكل واحد فينا غادي يوعي صاحبه ويوعي جارو ويوعي خوه ويوعي الأسرة ديالو والعائلة ديالو. بالنسبة للدخول المدرسي الله يجازيكم بخير، كما قالوا الأساتذة والمدراء والمتدخلين هاد الصباح، حتى أنا غادي نختم وغادي نقول لكم بأن الوليدات اللي غادي يجيو للمدرسة واللي تيقراو في المستويات الخامس فما فوق راه حتى هما عندهم إجبارية على الكمامة بحالهم بحال الناس البالغين. ملي يخرج الوليد من الدار ديالو يدير الكمامة ديالو ويوصيه الوالد ديالو ولا الأم ديالو ولا الولي الأمر ديالو، يقول له ولدي راه خاصك دير الكمامة، ما خاصكش تضحك مع صحابك وتسالم معاهم وتصافح معاهم، ما خاصكش تحتك معاهم جسديا، ما خاصكش تبادل معاهم الأدوات ديالك سواء خارج الفصل أو داخل الفصل الدراسي. وانتم خاصكم تراقبوا وليداتكم باقي صغار وباقي اللي قدروا يتهووا، خاصكم تربوهم على هاد العادة ديال وضع الكمامة والنظافة والتباعد الجسدي. الله يجازيكم بخير. كنتمناو من هاد الجولة اللي درنا اليوم في السوق الأسبوعي تكون عطات النتيجة وتكون خدات الصدى ديالها عندكم، وتكونوا واخا راكم كتسمعوا هادشي في وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال الاجتماعي، ولكن راه ضرورة كما نادت بها الحكومة وكما كينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، خاصة في الخطاب الأخير للذكرى 66 لثورة ملك الشام، كما تابعتم على القنوات الإذاعية والتلفزية، صاحب الجلالة دعا الشعب ديالو باش ما يتراخاش وباش ما يتهاونش، وصاحب الجلالة نصر الله وأيده أطلب من المجتمع ومن الفئة اللي كتقول بأن كورونا ما كاينش، طلب منهم يرجعوا للطريق ويرجعوا للصواب، وقال لهم اللي كتقولوا كورونا ما كايناش كتعداو على روسكم وكتعداو على العائلة ديالكم، وبالتالي كتعداو على المجتمع وكتعداو على الاقتصاد ديال البلاد. وانتم عارفين والأغلبية ديالكم عارفين بأن كورونا سبات الدول جميعا ومنها المغرب، سبات لنا في انتكاسات اقتصاديه، وكتشوفوا بان الاقتصاد كيتدهور رغم المحاولات
اللي كتقوم بها الدولة وعلى رأسها صاحب الجلالة باش يبقى الاقتصاد ديالنا مزيان وباش تبقى العائلات عايشة بخير وعلى خير. لكن حنا علينا واحد المسؤولية كمجتمع، كأشخاص، كهيئات، كسلطات، كمجالس، كأمور تربوية، كمجتمع مدني، كوسائل إعلام اللي حاضرة معنا اليوم في السوق وهما مشكورين على هذا المجيء ديالهم العفوي السوق الأسبوعي، كنشكروهم. الله يجازيكم بخير، حتى انتم كتعاونوا معنا وحتى انتم كتبلغوا هذه الرسائل اللي كنوجهوا للناس، انتم مشكورين. إذا غادي نختم جوج كلمات، وهو الكمامة، التباعد الجسدي، النظافة، التعقيم، تراقبوا وليداتكم. واللي سمع شي واحد تيقول له كورونا ما كايناش يقول له خا ياسر، رجع الخطاب الملكي ديال صاحب الجلالة الأخير وسمع وغادي تفهم بأن كورونا كاينة وما تعداش علينا، وخلينا حنا بغينا المجتمع ديالنا يبقى صحيح ويبقى بخير وعلى خير. والسلام عليكم، وكنشكركم باسمي وباسم اللجنة المحلية اللي قامت بهذا الدورة وهذه الجولة. كنشكر جميع الناس المرتادين السوق الأسبوعي على ارتدائهم الكمامة وعلى حفاظهم على المسافة، وهذا الشيء راه كيتلس الصدور ديالنا. وكنشكركم وكنشكر اللجنة على الحضور ديالها، وخاصة المدراء راه عندهم اجتماع في المديرية الإقليمية، وكنشكر جميع الأطراف المشاركة، وشكرا وجزاكم الله خيرا.